وهجيب الحالات يا كابتن بلال. عندي حاجه غريبه جدا، اول مره اشوف حاجه في حياتي ان في ركله جزاء بيتم فيها تحت فرصه، دي ما شفتهاش. يعني احنا دايما كمحاضرين بنقول للحكام ايه؟ في ركله جزاء لو ما كانتش تحت فرصه كابتن هاني يعني ايه؟ يعني الكره رايحه، يعني جول فاضي، جول فاضي واللاعب جاي هيكمل. يعني انا لاعب مثلا ايمن اتعامل فيه مخالفه وهاني رمزي رايح، خلاص الكره رايحه وهيحط كره جون سيب. انما النهارده انا رضا سليم خد الكره وفي زاويه ضيقه، انت النهارده ركله جزاء صحيحه الكهرباء اديها له، ركله جزاء اضمن من انك انت تتيح الفرصه. هنجيب اللعبه الاولانيه دي كابتن بلال ونشوفها ونشرحها واحده واحده، ولكن النهارده الحكم النهارده كان عليه علامات استفهام كثيره في الحالات التحكيميه. نشوف هنا يا كابتن، هنا دي بدايه المخالفه. هنا بنشوف الايد اليمين للاعب، وهنا كهربا بيحجز على كورته ودي من حقه، وانت هنا ماسك بايدك اليمين ماشي، انت كحكم خليت اللعبه تواصل. تعال بقى شوف بقى المخالفه اللي هي حصلت بعد كده، نمشي شويه ونشوف هنا بقى يا كابتن. نفس الحاله ركله جزاء يا كابتن شريف اللي حسبها لما اللاعب نجح في لعب الكوره ومروان حط رجليه، انا هنا عندي رجل هنا اهي، هنا اهو الايد هنا والدفع من ورا والايد هنا موجوده، وهنا القدم هنا عرقله واضحه جدا جدا يا كابتن اسامه. دي ركله جزاء، خلي بالك كانت النتيجه لسه 0-0. يعني انا بقول النهارده بتدي تحت فرصه رضا سليم على اي اساس؟ على اي اساس؟ انا النهارده انا كلاعب اديني ركله جزاء افضل من انك انت تخلي اللعب يتواصل ويروح عليا. طيب سؤال، هو انا النهارده كابتن لو انا سبت اللعب يتواصل كابتن هاني، هو انا النهارده كفار مش ممكن استدعي الحكم في اللعبه ديت؟ استدعي الحكم في هذه الحاله يجي يشوفها. سؤال يا كابتن، اتفضل. هو ممكن جدا اتاحت الفرصه لو رضا سليم ضيع زي ما ضيع ما يرجعش تاني للخطا اللي حصل؟ يعني هو ادى اتاحت فرصه، بنشوفها في نص الملعب مثلا بيكون في اتاحت فرصه وبعدين اللاعب بيخسر الكره فبيرجع تاني للخطا. بالظبط، هل من الوارد كان ممكن جدا يعمل القصه كابتن دي؟ كابتن هقول لك وارد ليه؟ لان الوقت ما بين اللعبتين ما خدش ثانيه. بالظبط يا كابتن، انا بتيح الفرصه كابتن اسامه ايه؟ لو انا بلال خد الكره ومشي فتره 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 الوقت عدى ما اقدرش ارجع للمخالفه كابتن بلال. ولكن لو انت شفت الطيب ما بين المخالفه هنا ورضا سليم ما خدتش ثانيه. أيوة. الفار فين يا كابتن؟ حتى بعد رضا سليم لو راح وداس لا ما هو قال لك ما قدرش يرجع. ما قدرش يرجع تقدر ترجع؟ لا 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 يا كابتن، انا قلت حاجه بس في القرار. تاني الطيب ما بين اللعبه دي ورضا ما خدتش ثانيه، ارجع ارجع كابتن ايمن ارجع. انا بتكلم ايه؟ لو بلال مثلا معاه الكوره تعامل مع المخالفه جه هاني خدها مظبوط خدت وقت كتير ما اقدرش ارجع، انما في اللعبه دي لابد ان انا ارجع يا كابتن ايمن. أيوة. دي ركله جزاء، هنا المخالفه موجوده وكانت يجب انك انت الفار يتدخل فيها. طب الحاجه الثانيه يا كابتن ناصر، النهارده كهربا لعبها لرضا سليم ورضا سليم لو كان الحكم صفر في الوقت ده ومثلا ما كانش فيها حاجه على كهربا هو ممكن يدي اتاحه الفرصه لرضا سليم انه يسجل عشان لو رجع للفار وقتها كان ممكن الفار يقول لك ما فيهاش حاجه فيبقى ضايع على رضا سليم الهجمه. ادى اتاحه رضا سليم وضاعت الكره كان لازم الفار يرجع. كابتن اسامه انت قلت حاجه مهمه جدا. أيوة. جدا وانا ما اختلفتش يعني مع حضرتك. يعني هو عمل الصح لكن هو الفار هو يرجع للازم الفار كان يرجع طبعا. بص يا كابتن هو عمل الصح او عمل غلط، هنا في مخالفه ركله جزاء. خلينا نتفق هنا في مخالفه زي ما قلت انت. هو اسامه قصده يا كابتن اتاحت الفرصه. هقول لك اسامه قصده ان دي ممكن ما تكونش ركله جزاء 100% تمام بتقدير الحكم. فيقول ايه؟ انا هسيب الكوره او يسيب الكوره لرضا، فرضا خد الكوره رقص وبقى منفرد فحط الكوره. ده دور الفار ولا مش دور الفار؟ كابتن هو رضا ما رقصش، هي ما خدتش جزء. لا لا رضا رقص يا كابتن. رضا لا رقص سند وراح شايط. رقص سند سند ماشي. يعني ما خد الكوره وبقى منفرد. كابتن انا كحكم هنا دور الفار بتكلم على دور الفار. ما زلت انا كحكم ما زلت والفار ان هنا ارجع للمخالفه زي ما قلت. هنا انا عندي اوبشن الحكم هنا يرجع للمخالفه الاصليه ويحسب ركله الجزاء، او لو ما حسبش هنا الفار تدخل الفار يا كابتن بلال لازم انا اجيبك. ما الكره اللي حسبها علينا لان الكره مشت كمان 20 ثانيه 30 ثانيه في نص الملعب رجعوا فيها بالظبط كده. بالظبط انا عندي هنا كابتن بامانه هنا ركله الجزاء لم تحتسب لكهرباء نتيجه ان الحكم النهارده قرار غريب باتاحه فرصه، وده ما شفناهوش ابدا. بنقول لحكامنا من فضلك اتاحه الفرصه لو ما كانتش مليون في الميه مليون في الميه احسب ركله جزاء افضل. كابتن شريف ادي ركله جزاء افضل، احنا لسه بننجم بنقول ايه ده ممكن اللاعب يجيبها جون. لا هنا في مخالفه كابتن بلال، هنا في مخالفه، هنا في مخالفه واضحه، وهو يعني مش عايز اقول لك هو تردد
في احتسابها. هو قال لي انت عارف اقول لك ايه؟ قال ايه؟ قال لك مش هحسب يمكن تيجي جول واخلص بقى من وجع القلب اللي انا شفته، ولكن هنا ركله جزاء لم تحتسب. هل في حالات ثانيه؟